الآن فوق القمر أيوة فوق السماء أيوة أنتم يا المجموعة الأولى ورانا ريح ريح أنتم مستحيل تتعدونها يا ولد ترى حنا جايين ناصر يا ناصر بقول لك جايين واحد شبعني النوم اثنين متقهوين ثلاثة مروقين ناصر ما فكرنا فيكم ترى اسمعني اسمعني ما فكرنا فيكم حنا ما حطونا المجموعة أنتم الأولى الوقت المخصص لكم هو وقت المتقاعدين كبار السن عسى الله يحفظهم يا رب لكن حنا يعني ايه بس هذا ترى عليهم ما عندي مشكله انا ما عندي مشكله انا انا ما عندي مشكله انا شوف ناصر صح ولا لا يا ناصر والله اسمعني اسمعني اخذنا وقت زياده كبيركم يتكلم انتم المجموعه الاولى انحطه انتم يا المجموعه الاولى كريتيف ها جالسين فوق ونغير نجلس على السلم على الدرج ناصر اسمعني فاشلين ناصر اسمعني ابو ابونا مع احترامي للكابتن ايوه انا خايف من عضلاته والله انت هجد انا ناصر انا خايف من عضلاته والله ناصر اخبار السنه سبع خش غلطني سن ابوك اسمعني ابوي صدقني اركض ابوي صدقني ان في فترتكم كان نايم اول شيء عشان يروق الفتره ناصر خلينا نتكلم خلينا نتكلم اسلم احنا ما حطونا المجموعه الاولى اللي وحنا قدها وحنا ان شاء الله بنجيبها باذن الله دقيقه يا عيال دقيقه سؤال يطرح نفسه سم وقته ولا مو وقته طلع 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 انا انا جاي بس اقول مهما فعلتوا مهما سويتوا تبقون فاشلين المجموعه الاولى فاشله المجموعه الاولى فاشله المجموعه الاولى فاشله يا اخي قسما بالله خلي بكي وش فايتك جات الجره تبي انزل طب عليه ممكن انزل وانا اطبك والزاره بالله اي والله توطمني انا اطبك ما قدرت عليه انا اطبك انا اطبك انزل ايش عندك لا تخليني قلبتوا على بعض يعني لا جات الجره ناصر حربي المجموعه الثانيه يجي والله جراه بس تدري اللي تجرأ وش اللي جرأه؟ انا عارف من جرأه انا اتفاهم مع اللي جرأه مو هو لا تقول لي ايه هو اسمع هو يعني في مجموعتي وانا خيانه